بسم الله والله أكبر كبيرا وسبحانه بكرة وأصيلا. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوءة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانين، كونوا منسوبين للرب الحقيقي، الخالق الحقيقي، المؤدب الحقيقي، النافع الحقيقي، المعلم الحقيقي، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون. يعني أموركم كلها محددة بدراستكم للتنزيل. هذا ملا كشف حال المذنبين من صهاينة وكنائسين ألا لعنة الله على الظالمين.